طبعا بعد اللي حصل امبارح اسئله كتيره جدا تم طرحها بعد تداعيات هذا العطل الفني اللي حصل في العالم كله. هل العطل ده اتسبب فيه اضرار في البنيه الرقميه العالميه؟ ايه اثره المستقبلي كمان على نظم الاتصالات؟ وازاي كمان نامن الانظمه التقنيه بحيث نحميها من اي تاثير هذا؟ طيب خلينا نحاول نجاوب على علامات الاستفهام زي ما بنقول كده اللي حصلت امبارح والناس كلها قاعده تتكلم عليها، ويمكن المتخصصين اكتر الناس اللي يقدروا يجاوبونا ويقولوا لنا يعني ده خلاص بقت سمة العصر، وازاي نتعامل مع مشكله زي دي وايه اثارها اللي ممكن ان احنا نجنيها لو حصلت. الباشمهندس محمد مغربي استشاري تامين البيانات والمنشات والذكاء الاصطناعي، بنصبح على حضرتك. وخلينا نقول في البدايه، هو ايه اللي حصل امبارح وتوصيفه ايه يا باشمهندس؟ صباح الخيرات على حضراتكم. اهلا. اللي حصل امبارح ممكن نصنفه تحت ما يسمى بسيستم فيلير او انهيار النظام. اللي حصل امبارح ان شركه كراون سترايك، وهي واحده من اكبر الشركات في مجال السايبر سيكيورتي اللي متعاقد معها العديد من الهيئات والمطارات والبنوك والمنشات، عملت ابديت دوري للسيستم بتاعها، ولكن للاسف الابديت ده اصاب الويندوز في مقتل وعمل ما يسمى باللوب، خلى الويندوز يخش في لوب غير منتهيه. يعني ايه يا باشمهندس عشان تبقى بس التعريفات والمفاهيم واضحه للغير المتخصصين واحنا تمام. منهم طبعا. لا لا، كلمه لوب بمعناها الطبيعي اللي هي دايره بتدور لا منتهيه، يعني أي. الويندوز كان بيعمل ستارت وريستارت ستارت وريستارت عدد مرات لا منتهي. ده بيخلي الويندوز اوتوماتيك لما يحس ان هو بيحصل فيه كده بيخش في حاجه اسمها بلو سكرين ديث، يعني كانه موت مؤقت، لازم يعمل كده في نفسه علشان الهاردوير هيتحرق، سواء الرامات او البروسيسور او المذر بورد او كده. فاما بيحصل الحاله دي اللي بيحصل له فريزنج، بيتجمد. فالناس كلها شافت ان الويندوز على مستوى العالم كله او مستوى اوروبا تحديدا وامريكا حصل له تجمد، مش عارفين ايه السبب، فاعتقدوا ان المشكله مشكله ويندوز. ومن هنا بدات الاتهامات توجه لشركه مايكروسوفت انها طبعا المنتجه للويندوز، لحد لما مايكروسوفت وضحت ان المشكله مش من عندها، هي تم يعني الحاق الضرر بيها بسبب شركه كراون سترايك لما عملوا ابديت للسوفت وير بتاعهم اللي اسمه فالكون بتاع السايبر سيكيورتي. طبعا والازمه جت على المستوى الكبير ده ان مايكروسوفت ويندوز يعتبر اشهر نظام تشغيل في العالم، وبيعتمد عليه ما لا يقل عن 75% من انظمه العالم طبعا، لكن الانظمه اللي كانت شغاله بنظام الماك مثلا او لينكس ما تاثرتش، فضلت شغاله عادي يعني. طيب يعني ده طبيعي انه يحصل؟ هو مش طبيعي انه يحصل بالحجم ده، هو يعني فيري باد لك ان يحصل ويضرب الويندوز على مستوى العالم كله. والحظ الأسوأ من كده ان بالتوازي مع المشكله اللي حصلت في الويندوز حصلت مشكله في الكلاود كمان. احنا عارفين ان الكلاود دلوقتي العالم كله بيتجه ان هو يخزن بياناته على الكلاود الشهيره للشركات زي امازون ومايكروسوفت وكده. المشكله اللي حصلت ان لما الكلاود حصل فيها فيلير بردك او انهيار، كل الداتا اللي بتاعت الشركات والبنوك والهيئات لم يستطعوا الوصول اليها، مش عارفين يوصلوا لبياناتهم، لدرجه امبارح هيئه الصحه البريطانيه اعلنت ان هي مش قادره توصل لبيانات المرضى، ومش قادره تتواصل مع الاطباء عن طريق السيستم، مش قادره توصل للديسكريبشن اللي مكتوبه قبل كده للمرضى. فحضرتك متخيله حجم الكارثه اللي تعدت الكارثه الماليه او الاقتصاديه طبعا، وخسائر زي ما سمعنا يا باشمهندس بمليارات الدولارات. بالضبط. طيب هذه الشركه كراود سترايك، هل احنا بنتعامل معاها في مصر؟ لا، كراود سترايك ما بنتعاملش معاها في مصر. تمام. وهي مينلي مخصصه او مركزه نشاطها لاوروبا وامريكا، وده يعتبر من حسن حظنا. لكن هي بتؤثر او اثرت بالفعل على مايكروسوفت. طبعا هي اثرت على مايكروسوفت واثرت على الكلاود بتاعت مايكروسوفت والكلاود بتاعت امازون كمان، يعني كذا كذا كلاود مش مايكروسوفت بس. فده اللي عظم المشكله، ان السيستم وقع جوه الهيئات ووقع على الكلاود، فبقى السيستم حصل له شلل كامل. وهنا في نقطة يعني أحب برضك أوضحها للناس، إن إحنا في مصر ما تأثرناش بالأزمة بشكل كبير لعدة أسباب، ويمكن أهم الأسباب ده إن إحنا ما بنعتمدش على البابليك كلاود في مصر، وده كان توجه الدولة خدته، وأنا شخصيا يعني شرفت بزيارة مركز البيانات اللي موجود في طريق العين السخنة اللي الرئيس افتتحه من حوالي 3 شهور. توجه الدولة كان
ان احنا نعمل مراكز بيانات اون بريميتد خاصه بالدوله المصريه يتم تخزين عليها الداتا عن طريق دوائر مغلقه. الدوائر المغلقه دي فقط الهيئات والحكومات والشركات المصريه هي اللي بتقدر تخش او تاكسس عليها، تعمل اكسس عليها على بياناتها. تمام. يعني مركز الحوسبه اللي الرئيس افتتحه ده مهم جدا وهيساعدنا في اننا نواجه اي حاجه ممكن تحصل في المستقبل. بالضبط. المركز ده بكل بساطه يعني لو نشرح للساده المشاهدين عشان برضه نبسط المعلومه، المركز بيشتغل على ثلاث طبقات من التعامل، طبقه حكوميه تماما، طبقه ليها علاقه بسريه البيانات، والطبقه اللي المجتمع بيشوفها او الناس بتشوفها عن طريق الانترنت. كل طبقه من دول معزوله تماما عن الطبقه الثانيه، فده يخلينا في حاله حدوث اي اتاك او حدوث اي فيلير للسيستم، الهيئات والمؤسسات الحكوميه والبنوك والمستشفيات اللي بتتعامل من خلال مركز البيانات ما تتاثرش باي انهيار. بالعكس، احنا مش عاملين مركز بيانات واحد، احنا عاملين ثلاث مراكز بيانات كبار جدا ويعتبر ممكن الاكبر في الشرق الاوسط وافريقيا. فده بيخلي في استابيليتي في السيستم، ان انت عندك كذا باك اب بلان وديزاستر ريكفري، ان لو اي حاجه حصلت تقدر تكمل شغلك بشكل طبيعي جدا. ويمكن الناس مش مستوعبه ده، ودايما حاطه مصر في مكانه ان احنا اكيد مش هنبقى زي اوروبا او زي امريكا، لكن الحقيقه ان احنا عاملين بنيه تحتيه وسيستم يفوق اللي موجود عند الناس دي. طيب هل في اي تاثيرات حصلت عندنا امبارح؟ لا تماما، مفيش طبقا خالص. طبقا للاخبار المعلنه وطبقا لاستقصاءات الراي وطبقا حتى للمعرفه الشخصيه، مفيش اي خدمه تاثرت اطلاقا في مصر، ما عدا ممكن بعض الشركات الخاصه اللي كانت بتعتمد على الكلاود الدوليه، ودول نسبتهم لا تتعدى نص من 100%. يعني تمام، يعني اللي تاثر مؤسسات وشركات لكن الافراد لا. لا، وحتى المؤسسات الكبرى في مصر ما تاثرتش برضه. احنا كلنا شغالين على البنيه التحتيه المصريه، مالناش دعوه. انا مش بتكلم عن مصر يا باشمهندس، انا بتكلم بشكل عام. يعني بشكل عام المؤسسات والهيئات، المطارات، شركات البترول، البنوك، البورصه، المستشفيات، كل ما هو حكومي او كل ما هو هيئات. احنا بنشكر حضرتك. اتفضل. بس معلومه ان يعني اللايسنس سوفت وير بتاعه شركه كراون سترايك تفالكون، اقل ثمن لللايسنس الواحده حوالي $60، ده الانديفيديوال، وطبعا دي ما بتتباعش للافراد. اللايسنس متوسطها $200-$300، وتش ده رقم بير ديفايس، للديفايس الواحد، فطبعا ده رقم كبير ان افراد يتحملوه، فدايما نلاقي اللي بيدفع الارقام دي هي الشركات والمؤسسات الكبيره. انا بشكر حضرتك باشمهندس محمد مغربي، استشاري تامين البيانات والمنشات.